السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم العصير الكاكي بجوج الطرق زوينين ورائعين غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله. اذا فهذا العصير كيوجد اقل المكونات يعني غير حبه جوج ديال الكاكي فكيعطينا كميه وكيجي خاطر وزوين بزاف. اذا نبداو على بركه الله بالعصير الاول. اذا فغادي نحتاج فيه الكاكي، كنحيد له بحال هكذا النباته الفوقانيه وكنخلي كيف ما هو، كنخلي بالقشره ديالو. اذا فالقشره ما كنحيدوهاش لان القشره غنيه جدا بالالياف والفوائد الغذائيه كلها متركزه فيها، يعني ما نبغيوش نضيعوها، غير هو نغسلوها مزيان مزيان لان الفواكه كتكون مداويه. اذا نغسلوها ننظفوها جيدا ونخليو القشره كيف ما هي. اذا الكاكي اللي عندي كيف كتشوفوا راه طايب، غير هو باقي شويه قابض في راسه، فما انني خديت شويه كميه كبيره فخديته شويه هكذا قابض في راسو باش ما يخسرش ليا بسرعه. ممكن تاخذوا داك اللي كيكون طيب مزيان حتى هو كيجي حلو زوين بزاف في العصير. اذا كيف كتشوفوا خليته بالقشره وقطعته بحال هكذا الى قطع. غادي يحتاج معاه واحد الحبه ديال الموز البنان، ممكن تضاعفوا الكميه، ممكن ديروا جوج حبات ديال الكاكي وجوج ديال البنان. فهاد العصير كيجي زوين بزاف بزاف، كيجي رائع في المذاق ديالو، كيجي خاطر وبمكونات سهله وبسيطه كيف شفتوا معايا. شي مرات هكذا كتلقى عندك غير حبه من الفاكهه ما كيصلحش انك تحطها، خاصه الا كان عدد الافراد شويه كبير، فممكن هكذا انك ديروا عصير وتحطوا زوين وخاطر ولا اروع. اذا غادي نحتاج معاه هنايا الحليب، فسبق لي وحضرت لكم العصائر بالكاكي بلا حليب، وحضرت معكم ايضا تحليه بالكاكي بلا حليب غير مع الليمون ولا المندرين. اذا هنا غيرت شويه ودرت لكم مع الحليب باش تشوفوا الطريقه الاخرى ايضا اللي كنعتمد في البيت. اذا فهنا درت معهم جوج كيسان ديال الحليب، دا كيف شفتوا جوج كؤوس ديال الحليب مع حبه كاكي وحبه موز. بالنسبه للتحليه راه هما اصلا حلوين غير بوحدهم، يعني ممكن ديرهم بلا سكر. اذا هنا فدرت معاهم واحد الملعقه صغيره ديال السكر، اللي كيبغي الحلاوه اكثر ممكن انه يزيد. صافي طحنتهم هكذا في الميكسور في الخلاط ديال العصير، وغادي نجيب كويسات وغادي تشوفوا معايا القوام ديالو. انا كنخويه شحال كيجي خاطر وزوين، هانتوما شوفوا معايا فكيجي خاسر جدا، ولا خلينا غير شويه فكيختار كثر لان الكاكي كيجمد غير بوحدو، كيولي في الاخر بحال الفلون الا خليتو هكذا واحد المده الا كان بوحدو. اذا دابا هنا كسرته بشويه الموز ولا البنان. اذا ها هو القوام ديالو، فهكذا كيجي خاسر وزوين بزاف. هانتوما شفتوا معايا. اذا كيف قلت لكم راه اصلا المكونات كلها حلوه، خاصه الا كان الكاكي ديالكم بحال هذا اللي خديت ف كيكون حلو بزاف وزوين. اللي كيكون قاصح كيكون قاصح وصفر، هذا كيكون شي شويه مر. اذا نتفاداوه، ناخذ اللي كيكون طايب. شحال ما كان الكاكي طايب شحال ما كان حلو وألد. اذا ها هي الكميه اللي عطاني، ثلاثه الكؤوس ممتلئه كؤوس ديال العصير. اذا كيف شفتوا اذا عصير خاسر وزوين بزاف. اللي كيبغيه شويه جاري سائل كثر فممكن انه يزيد الكميه ديال الحليب. اذا بهذا القوام فكيجي رائع. هذا هو العصير اللي حضرت معكم بالبنان. وعلى فكره يعني ممكن انكم اللي كيبغي الحلاوه وما بغاش يدير السكر ممكن تحليوه هكذا بواحد المعلقه ديال العسل، ولا ممكن تحليوه بشويه التمر شويه الزبيب اللي بغيتو. كلشي كيجي فيه زوين بزاف، غير هو طحنو مزيان الا كان التمر والزبيب باش ما يبقاش يبان هكذا قطع. اذا نمروا ان شاء الله الان للعصير الثاني اللي حتى هو بالكاكي. اذا فخديت هنا واحد الحبه ديال الكاكي قطعتها نفس الطريقه اللي وريتكم في الاول. اذا كنخلي القشره وكنحيد غير ديك النباته الفوقانيه وقطعتها القطع. اذا حبه واحده ديال الكاكي انا درتها هكذا في الميكسور، ها انتم كتشوفوا. اذا هنا ما غادي نضيف معها لا موز ولا اي شيء، فقط غنضيف معها كويس ديال الحليب، كاس شاي من الحليب، الحليب البارد اللي كان في الثلاجه. يعني ملي كنطحن انا العصير دائما هذه عاده فيا اني ما كنعاودش نحطو في الثلاجه، كندير المكونات كلها بارده وكنطحنو وكنستافدو من الفوائد الغذائيه ديالو هو عاد مطحون، يعني ماشي نخليه حتى يتاكسد ويكحل وتغير له اللون. اذا فمباشره من بعد الطحن
كنشربوه. اذا هنا زدت معاك في تكويز الحليب وواحد الملعقه صغيره من السكر سنيده. ممكن انكم ما ديروش السكر نهائيا، هذاك غير اضافه كيف قلت لكم. ممكن ديروا شويه العسل ولا ما تحليوش اصلا كاكي حلو. وطحنته وها نتوما شوفوا القوام ديالو، هنا كيجي اورانج مزيان باللون ديال الكاكي لان ما معاه لا بنان ولا اي شيء. اذا حبه كاكي وحده، شي مرات كتكون عندنا هكذا في الدار شيطه ما كافيه حتى شي واحد، يعني ما كنعرفو ما نعملو بها. فمع كويس ديال الحليب عطاتنا جوج كؤوس ديال العصير عامرين بالعصير اللي هو خاتر وبنين وزوين. ها نتوما تشوفوا معايا القوام ديالو. وكيف قلت لكم دائما كيبقى عندكم الاختيار، اللي ما كيبغيش السكر ممكن انه ما يديرش نهائيا اصلا راه هو حلو، ولا ممكن يحلي بالزبيب بالتمر. ممكن كذلك اللي بغى كميه اكبر ديال العصير بهذيك الحبه وحده ديال الكاكي ممكن انه يزيد شويه الكميه ديال الحليب، ولا يزيد شويه ديال الماء. مثلا دار كاس ديال الحليب يدير معاه واحد نصف كاس ديال الماء، فيجي القوام ديالو شويه خفيف ويعطي كميه اكثر ديال العصير. اذا هادو هما العصائر ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليوا لنا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.